السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا والله. انا فعلا فعلا بقالي كتير مفتقد ان انا اعمل بقى برودكاست وان انا اتكلم كده معاكم. مبسوط قوي قوي يعني ان انا بقالي كتير قوي قوي يعني انا حتى الاوضه طربت ان انا ما بعملش معاكم فيديوهات علشان مش عارف كنت مشغول شويه في الشغل زائد كمان حظر بتاع كورونا فالموضوع افور شويه. انا جاي لكم النهارده في فيديو كده بسيط جدا. فشفت يعني فيديو لاحمد موسى كان بيتكلم الاعلام الشهير طبعا انا اسف الاستاذ الاعلام الشهير جدا احمد موسى. فكان وهو بيتكلم كده شفته لابس ساعه كده فقلت اما القطها زي ما انا على طول ببقى هانتر غير هانتر ابن شداد طبعا. انا على طول ببقى هانتر لان انا ببقى اصطاد الحته دي. فانا قلت ان انا اصور فيديو للساعه اللي هو لابسها. فتعال نتفرج على الفيديو وبعد كده نتكلم ايه عن الساعة وعن تاريخ الشركة وهكذا. يلا بينا. قبل ما امشي بس يا جماعة انا حابب بس اقول لكم ان 85% من اللي بيتفرجوا عليا على اليوتيوب ما بيشتركوش في القناة. فاتمنى حضرتك تنزل تحت الفيديو كده تلاقي فيه حاجة اسمها اشتراك زرار احمر اسمه اشتراك او سبسكرايب. اتمنى حضرتك تضغط سبسكرايب للقناة وتشترك معايا. احنا مش بنتكلم عن الساعات بس لو حضرتك بتزهق من الساعات او انت بس عايز تاخد معلومة على السريع وعايز تخلص من الساعات يعني مش الساعات دي مش من اهتمامك الاول. حضرتك احنا بنتكلم عن البرامج عن التخسيس عن الرياضة عن كورونا عن كذا حاجة تاني. انضم معانا وقول لي على المواضيع اللي حضرتك عايز تتكلم فيها وانا ان شاء الله ادور عنها وابحث عنها عشان يعني اطلعها بابسط النتائج. وما تنساش طبعا تعمل لايك للقناه للفيديو. شكرا جدا ليكم وتعالوا نتفرج على الفيديو وبعد كده ايه نرجع تاني. الحاله الصحيحه اللي عندك وانا عارف. بصوا يا جماعه الساعه اللي لابسها احمد موسى ده الاعلام احمد موسى 17 ولا 20 او 30 ساعه انا عرفتها انا مش عارف الموديل بالظبط بس الساعه دي يولي سين اردين يولي سين اردين معروفه ان في عند الاوستيك من هنا كده الحته دي كده حته بتبقى ميتل انا مش عارف اجيبها لكم دلوقتي بس الساعه اللي لابسها دي يولي سين اردين او يولي سين اردان دي من التوب 10 ووتشز او من التوب 10 اللي هي من الساعات القويه جدا 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 تتخيلوها. ثواني اشوف لكم بس هقول اصور لكم بس الحته بتاعه الميتا اللي انا بقول لكم عليها دي كمان النهارده بقت مجرد بتشوف طبعا الارقام بصوا وطالع 150 و170 بصوا على الحته دي كده وحاجات الارقام اللي حضرتك بصوا على الحته اللي فوق دي كده هتلاقي على الحته اللي الناحيه دي كده الحته اللي هي عند الحته دي كده هتلاقي اهي بص اهي اهي تاني بقول اهي دي يولي سين اردين يولي سين اردين ده يا جماعه من الساعات فعلا الناس مش ناقصين قلق ثواني بس انا بحاول انا اجيبها لكم اهي اللي هي الحديده اللي هي الاستانلس الحته اللي فوق دي كده وان شاء الله اقول لكم بس على القصه بتاعتها خلاص. شكرا قوي يا جماعه شكرا قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بعد ما شفت الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه احنا كده عرفت احنا بنتكلم عن ساعه عامله ازاي. مبدئيا كده يا جماعه انا عايز اقول لكم بس على حاجه بسيطه. اغلبيه الممثلين والفنانين واللي بيطلعوا على شاشه التلفزيون عموما مش كلهم بيلبسوا ساعات غريبة شوية. اغلبيتهم بيلبسوا ساعات ستاندرد ما بيخرجوش عن ثلاث ماركات. الماركة الاولى رولكس طبعا احنا بنسمع عنها واحنا صغيرين رولكس دي معاها ساعة رولكس يا باشا دي لوركس انت متعرفش دي ايه دي او رولكس طبعا زي مرشيدس كده يقولك انا انت راكب عربية مرشيدس هي فعلا بالضبط كده ساعة رولكس اوديمار بياجي او اوديمار بيجي اللي هي اي بي رويال اوك او يعني بتتعرف من على بعد 100 متر الساعة رويال اوك وهيوبلو او هوبلو. الثلاث ساعات دولت او الثلاث ماركات دولت اغلبيه الاعلاميين او يعني ايه الفنانين اللي بيطلعوا على 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 التلفزيون وكده بشوفهم لابسين الساعه دي. اما بقى احمد موسى لابس ساعه فريك شويه. الساعه دي مش مشهوره كتير في مصر بس طبعا غاليه جدا جدا جدا. احنا نتكلم عن ساعه اوليسين اردين او اوليسي احنا هنا في مصر بنقول يوليسين اردين اما هي اسمها اوليسين اردين او اوليسي ناردان هي كده اسمها اوليسي اوليسي مش يوليسي اوليسي. المهم احنا هنتكلم شويه عن الساعه عن عن البراند عموما وبعد كده نتكلم عن الساعه. البراند عموما او ماركه الساعه دي الساعه دي اتبنت او ان هي اسست سنه 1846 على فكره هي والباتيك فيليب والكذا حاجه تاني والزينس والكلام ده والماركات الكبرى والعظيمه دي ابتدت في الاوقات دي 1930 1830 1840 وهكذا. هي بس اقدم يعني اقدم ماركتين ساعه كانت فاشرون كونستانتان وجيرارد بارجو الاثنين دول كان في 1700 اما الباقي كله 1800 من اول 1830 او 20 وانت طالع بقى لفوق. هي دي من كبار الساعات الاولى اوليسي ناردان
ابتدت طبعا 1846 وشدت حيلها جامد قوي، ومشهوره جدا بالمرساه. المرساه تظهر لك هنا، المرساه اللي هي المشهور جدا اللي هو الهوك اللي بيترمي من السفينه علشان يثبت على الارض، عشان يثبت السفينه على المينا، السفينه على المينا. ومن جون سينا وكده. المهم لما بنثبت السفينه على المينا، هي مشهوره جدا بالعالم البحار واوليسين اردان. اوليسين اردان كان بيهتم جدا جدا او الشركه عموما بتهتم بساعات الفريك. الفريك اللي هو ايه ده غير فريك بتاع اللي بتحش بيه الحمام. انا مش عارف ليه انا لذيذ قوي النهارده كده، بس معلش سامحوني. الفريك اللي هي الحاجات الويرد، الحاجات الغريبه، الساعات الغريبه اللي هم اهتموا ان احنا نعمل حاجه غير مقلده، او غير ان احنا نمشي عليها في الساعات بتاعت يعني في الوقت بتاع سويسرا. ان ساعات سويسريه بتمشي على نظام عقارب وحاجات زي كده، لا احنا نعمل حاجات كده غريبه، ان احنا ندخل البالانس ويل جوه الساعه، جوه البالانس ويل اللي هي بتقعد تروح وتيجي دي، اللي هي بيقولوا عليها في مصر هنا الرقاص، كانت بتحط في الماكينه من جوه، لا هو بقى يطلعها على عقارب من فوق. اللي هو عمل حاجه اسمها فريك فعلا، هي حاجه غريبه، مسخ زي فرانكنشتاين اللي هو كان عامله، اللي كان طلع، اللي كان قصدي زي فرانكنشتاين. فرانكنشتاين لو حد شاف اي فيلم يعني فيه، اكتب كده فرانكنشتاين هتلاقي كده مسخ كده اللي هو كان معمول كده من عالم كبير اللي هو دكتور ايجور ده، كان بيصنع كده واحد، كان عايز يعني ايه بيصنع واحد صناعي، وان هو يبص فيه الروح وهكذا، اسمه فرانكنشتاين. فعشان كده خلوها اسم فريك، فريك اللي هو يخلوا الساعه باسم بشكل غريب شويه. ومن اشهر الساعات بتاعتهم اللي هي المارين اللي لابسها احمد موسى. المارين دي من اشهر الساعات بتاعت يوليسين اردان او اوليسين اردان، بتيجي في حجم 43 ملم. الساعه دي روز جولد، اعلام شهير احمد موسى كانت روز جولد. المينا بتاعتها كانت لونها ابيض وايت دايل. الساعه دي كرونوجراف طبعا، الساعه دي اوتوماتيك طبعا بالعين بس بالشيء. الساعه دي انتوا المره اللي فاتت لما انا عملت فيديو عن مدحت شلبي اللي هو مساء الانوار، قلتوا لي يا محمد اذكر السعر. الساعه دي يا جماعه اقل سعر شفته ليها، اقل سعر كان 21,000 دولار. 21,000 دولار، انا ما اعرفش هي كام مصري هنا دلوقتي، عشان بصراحه انا يودي سين اردين يعني ما اعرفش بتتباع في مصر فين. بس تخيلوا يا جماعه 21,000 دولار، ده اقل رقم ليها. انا شفت 32,000 و34,000 دولار لو الاستيك كله او الاستراب كله ذهب، لو الاستراب اللي هو روز جولد. بس احب احيي الفنان الممثل قصدي احمد موسى، لانه فعلا اختار ساعه غريبه وويرد. لان الساعه دي يا جماعه اللي يشوفها من بعيد فعلا ما يعرفهاش، غير الاوديمار بياجي. الاوديمار بيجي بعرفها من على بعد 100 متر، او الهيوبلو بعرفها من على بعد 100 متر، لكن اليوليسين اردان انا قعدت، انا صدقوني يا جماعه انا بتفرج على احمد موسى، مش بتفرج، ما بتابعش اخبار كتير، بس قعدت اتابع 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 لحد ما لقيت اللي هي الحته الميتل اللي بتبقى هنا دي كده. يوليسين اردان مشهوره جدا بالحته الميتل اللي بتبقى بتتكتب هنا كده، بتبقى حته ميتل كده هنا، بتبقى معموله من الوايت جولد او من الاستانلس او من الروز جولد، بتبقى مكتوب عليها يوليسي اوليسين اردان، اوليسين اردان. بس جدا يا جماعه انا حبيت ان انا اتكلم عن ساعه فعلا ساعه مميزه فعلا، وساعه صعب انك تعرف تلقطها لو انت هانتر ابن شداد. بس يعني قلت ان انا احب ان انا اطلع اتكلم معاكم. شكرا جدا ليكم، واتمنى حضراتكم تنزلوا تشتركوا معايا في القناه تحت. احنا عايزين نكبر قوي يا جماعه، احنا عايزين نكبر القناه، عايزين نشترك اكتر، عايزين تساعدوني ان انا اختار مواضيع اكتر. احنا مش لازم اتكلم عن الساعات بس، انا عايز اتكلم عن مواضيع عامه عموما. بس انا متخصص في الساعات، انا بحب الساعات. انا كان واحد، كنت واحد بسيط، ابتديت ابقى هاوي، ابتديت ان انا ابقى بروفيشنال في الساعات، مش بروفيشنال قوي بس ابتديت ان انا افهم في الساعات كويس. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه، اشتراك تعمل لايك للفيديو. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.